فقول الله عز وجل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. هذه الآية الكريمة يستفاد منها فوائد. من الفوائد أن اليهود والنصارى قالوا مفتخرين بما لا دليل لديهم، مفتخرين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم من أن دينهم هو أقدم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم كما قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وأنهم قالوا كل الأنبياء منا، فلو كنت نبيا لكنت منا ولم تكن من العرب. فأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول لهم أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم.